مناسب. ده انا كنت لسه هتصل بيك يا راجل عشان تجيلي على طول. شد حيلك شويه يا روشه. بقول لك ايه، ما تيجي نقعد في الجنينه؟ انا دايما بتخنق من القعده بين الاربع حيطان، ما انت عارفني يا عدلي. حلو العصير؟ مية مية. تعالى يا عدلي تعالى، واخد بالك؟ شايف البراح؟ انا لما بشوف البراح برتاح. ايه يا اولاد؟ انتوا واقفين بعيد كده ليه؟ يعني يا باشا قلنا لو في كلمتين سر كده بين سعادتك وبين عدلي بيه يعني نسيبكم على راحتكم. لا 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 خلاص، ما عادش في اسرار بينا، احنا بقينا عيله واحده ولا ايه يا عدلي؟ تعال قرب قرب، تعالوا اقعد اقعد يا حبيبي اقعد يا زين. اه صحيح نسيت، تشرب حاجه يا عدلي؟ لا متشكر يا باشا. براحتك. بقول لك ايه يا عدلي؟ حربي وزين من النهارده هيبقوا الواجهه الجديده بتاعتنا في كل شغلنا، اللي في الظاهر واللي في الباطن. يعني هيحلوا مكان عنتر وعزام في شركه المقاولات وفي الصاله، وهيبقوا مسؤولين قدامي عن البضاعه بتاعت تركيا. معقول يا باشا؟ معقول العيال دي تمسك كل حاجه؟ ودي فيها ايه يا عدلي؟ احنا طول عمرنا كده، شغلنا دايما محتاج لوجوه جديده والدم جديد. يا باشا بس انا خايف يا باشا انه ما يكونوش من المسؤوليه اللي هتكلفهم بيها. جرى ايه يا عدلي؟ مالك؟ انت بتشك في قراراتي ولا ايه؟ لا يا باشا، استغفر الله استغفر الله يا باشا. بس ايه؟ أول مرة يا عدلي أشوفك متردد كده وبتعترض على قرار أنا خدته، مع إني طول عمري بحترم ذكائك وبحترم فيك إنك عارف طريق المصلحة بالظبط، إلا لو كانت مصلحتك بقى مع عنتر وعزام أهم من مصلحتك معايا. يا باشا لا لا لا، متفهمنيش غلط، أنا طول عمري دراعك اليمين. بعدين يا مريم مستحيل يا باشا، مستحيل ألعب من وراك مهما كانت الإغراءات يا باشا. بالنسبة لزين وحربي، أنا مستعد أتحالف مع الشيطان في سبيل مصلحتك أنت يا باشا. جرى إيه يا عدلي بيه؟ يعني إحنا شياطين يعني؟ بقى هو ده رأيك فينا؟ يا أساتذة ما أقصدش، يعني أنا قصدي حاجة تانية خالص. إذا كان كده بقى معلش. لا بس بقى خد بالك من كلامك قبل ما تقوله بعد كده. خلاص يا حربي، خلاص يا زين، احنا نقفل باب المناقشة دي خالص. احنا في صفحة طويناها وبنبتدي صفحة جديدة. عدلي، أنا عايزك تتعامل مع حربي وزين زي ما كنت بتتعامل مع اللي قبلهم. الله يرحمهم بقى. مفهوم عدلي؟ خلاص تاخدهم دلوقتي وتروح على مكتبك تمضيهم العقود وتسلمهم شركة المولات والصالة. طب والبضاعة والعمل اللي كان بيعرفه مع الزام يا باشا؟ رشا بتحاول مع الكمبيوتر، النهاردة بالليل أو بكرة بالكتير هيكون قدامي كشف بكل أسماء العملاء ونمر تليفوناتهم. انا هبعت لكم الكشف ده يا حربي، تتصلوا بالعملة وتتفقوا على المكان اللي هتتقابلوا فيه، تاخدوا منهم الفلوس وتسلموهم البضاعة، والفلوس توردوها لعدلي. مفهوم يا اساتذة؟ مفهوم طبعا يا باشا، زي الشمس في عز الظهر. ساعتك من هنا ورايح أنا عايز تعاملكم مع عدلي يكون على أعلى مستوى حربي، زي الشمس في عز الظهر.
واضح الكلام ولا ايه؟ حلو ده يا باشا. طب يلا على السلامة، اتكلوا انتوا على الله بقى. على فكرة موضوع البضاعة ده هنستنى عليه شوية لغاية ما الأمور تهدى. أشوفكم بخير. احنا وراك يا باشا بالعربية لحد المكتب. ها؟ اوعى تسبقنا. شفت الراجل اللي اسمه عدلي ده كان بيصغر لنا ازاي؟ سيبك منه وما تركزش معاه خالص، طالما ابو صلاح حطه في دماغه وابتدى يخطط له يبقى قول عليه يا رحمن يا رحيم. انت بتكلم مين؟ صلاح. ابو صلاح انا حربي. اي حربي؟ عملت ايه؟ طمني. كل خير ابو صلاح، شلنا الجمل بمحمد. ايه، خدتوا الكازن وشركه المقاولات؟ ورايحين دلوقتي على مكتب عدلي عشان نمضي العقود. ومعاكم؟ جالنا على قصر الباشا وماشي قدامنا هو بعربيته. طب هو موضوع العقود ده ياخد منكم وقت قد ايه؟ يعني على ما نوصل مكتبه ونشوف العقود ونراجعها ونمضيها وكل اللي انت فاهمه ده، يعني مش اقل من ساعتين ثلاثة كده. بس انت بتسأل ليه؟ عايزنا نفوت عليك؟ لا لا لا، ده يعني كان مجرد سؤال كده. على العموم ألف مبروك. مبروك عليك انت يا وش الخير. ده احنا من غيرك ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده ابو صلاح. لا البركه فيكم انتوا ابطال. سلام. يلا مع الف سلام. مع السلامه. الو، ازيك يا صلاح؟ وحشتني. وانت كمان. مش هشوفك بقى. الحقيقة مش عارفة يا صلاح، عدلي خرج من الصبح وزمانه راجع. عدلي مش هيرجع قبل 3-4 ساعات. انت عرفت ازاي؟ عرفت وخلاص. انت لابسة؟ بصراحة لا. طيب البسي وتعاليلي، هستناك في جنينة الأرمان، نفس المكان اللي بنتقابل فيه كل مرة، ما تأخرش عليا. مش عارفة يا صلاح، خايفة العدلي يرجع بعدين ما يلاقينيش. ميسة ما تضيعيش وقت بقى، يلا هستناكي. حاضر، مسافة السكة. باي. على فكرة يا ميسة، بحب.